السلام عليكم. نهار 21 زي شهر 7 ام نهار ذاك زبقات 1921 يوقع جو من غير انوال جاي مجاهد ريفيين سلك يدا المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي ضد اسبانيو توغيازون يستعمى عارف دير وقت ني المعركه ثاني تن انوال نيخ من غير انوال زي ما نيتو غنخدم مزيان نتسرى معره 4 الثوار نخاس ماشي مي وقع تيدت طويت بكذا نخدش غرام في حوجه هو الصغان الخلا اسبانيو يفوغ زيت مواث النخ ماشي وضن خصغان شا ممش يفوغ ذويه الصفغن وضن خصغان شا باللي ترتارف اني مجاهدين ريفيين سلكلاطة عادي هو غرب نكتازي 25 في اسبانيا ديو ثنغا انوال مسلحين سرسنا حي جهدن الطيارات ذي المدافع نهارا نسيو شوية ثمان يسمح المجاهدين ريفيين سلقيادا مولاي محمد بن عبد الكريم الخطابي ذمين يوقعن ذو من غينين انوال قيم كذا قبل ما نسيور خمين يوقع عندي انوال وقبل ما نسيور خل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي نسيور شويه من الزواق ما جديد بدا لي استعمار اسبانيو يعرف انغ شويه مليح بالتاريخ الغنوض هو زقواس 1884 دوك زقواس هوني تاع الدول يجهد ندير وقتنا مشنو المانيا فرنسا انجليز النمسا المجر بلجيك الدنمارك السويد النرويج اسبانيا هولندا ايطاليا البرتغال 13 دول موني تدقيش لي اجتماع ما يمي غتفد الفاق انت موشاني في استعمار افريقيا ما يمي خدني تو احس بنا افريقيا ذرخراوها وغاس شابه وخا توغا زدقن دايسي مزداغ نس وغاس التاريخ نسن ماشي لي ثني توغا وخاس نحس بنشاه والسبب ثني جينا اتفقنا ديك المؤتمر ني هو انهم توغا طمن غان خيموشان يخفق استعمار وقلنا السكان حاب ني خاطر السكاني من غانك دويا ومش توغا تيكين قبر انا ناس راجع راه حمدان قيم خطبرا انفاق الثوب شتا جا راه نخمر الصدع افريقيا ثم غا وازبو باب نتي دا خيمونيستيان امو توغا تفكان ني ثني دير وقت ني وثمان ني كوقع انفاق ماني ني جارسن تظهر افريقيا ما مش كي تولم ديال الخريطه يا 1900 هتفت في مليح الخارطة ثانيتا غزام بغا كولوا كولوا نيجي الدولة مثلا يموشاني جنس كولوا عزيزة استعماريتن فرنسا يموشاني جنس كولوا يلشين استعماريتن بريطانيا انجليز يموشاني جنس كولوا زقواغ نيخاروسا استعماريتن اسبانيا وزيد 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 والدولة وجي استعماريتن زقواغ ديجين لا مكور الدولة من زقواغ إغاس يوذف الاستعمار نخوان شمين داخل يهمنا خاص نسيونا هذه الخريطة ثانيتا السيور خل المغرب ثاني الزوار ما مش كذي توارم ثانيتا المغرب تغا استعمار اثنين دول اسبانيا فرنسا فرنسا تغا استعمار الوسط من المغرب اسبانيا تغا استعمار الشمال ذي الجنوب طنجة تغا تسادو الحماية الدولية تغا تستعمار لا فرنسا ولا اسبانيا ولا شن دول المغرب لو خان عذو غماني عن عذو غا عارف قبل ما نسيو خارف سكورشي نسيو ثم زوار وتخمريتش مريتش استعمرت اسبانيو وطاس زمربي قبل قاعمة قن المعاهدة النيخ في نسيو العجينة استعمرت اسبانيو ذو زقواس 1497 وزقواس نتساونت بذاني من غنجاي مجاهدني ريفيين ذي سبونيا وزق مجاهدني مقران نقعدون دي التاريخ ذيني شريف محمد مزيان انتي توحسة بزق مجاهدني مقران يجي السحر نسبانيو تغاثي جهد وغاس الشخصية وغاس بومثير تغاث تحتارم تمار ريفيين وتغاث انت ذي جن السبب زيمون ترقبير نعرف ضدي وسبانيو ذوك زقواس 1909 كتارم يستعمار سبانيو خوز غنغان يجين ديس القشلة الناسكا وتوا غاس نتيني تقريبا 4000 عسكري اسبانيا ثمانيني يجي جيني مجاهدين ريفيين القيادة المجاهد الشريف محمد مزيان توهج من خي اسبانيا يتوغا بذان بنان ابريذن درقناضة اتافذ هذا سني عدرا السعدون رمعذن زي المناطق نعرف غامريتش زي السني غا اسبانيا امن غينيني خير حاب اني كبذاني ريفيين يقل مستعمر اسبانيو ذي 9 زي شهان 7 ذوك زقواس 1909 1027 زي شهان نبدا توغا قانصا من غير نغزان وشن امن غير يونيتا عاب حنداسي ريفيين القيادة الشريف محمد مزيان او عناس وقعن تطاس او نخو قعن التاسي من غنغني اسبانيا والتاس نتوارثين توا خصان ديس اسبانيا ارميس تشهد الشريف محمد مزيان نهار 15 زي شهر 5 ذوك سكواس 1912 نغيت اسبانيا ديكيج نت مزيده ديكيج نتا دي جيه تنبني سيد ثاني تاتوا تحسب الثوره نخ المقاومه نعرف ثم زكوارود المقاومه وي السنين يتزعمت المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي محمد بن عبد الكريم الخطابي يخرق ذي اجدير زكواس 1882 باباس قناس عبد الكريم الخطابي توغد القاضي نتقبيتش اي تواريغر والزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي غير القران اصول الدين ذي اجدير ثم زوا من بعد اسقادي باباس ذي غادي الجامعه القرويين ذي فاس من بعد السني عدو غامريتش يخدم ذيني ذي الاستاذ كيجن الاكاديميه يخدم ذين عاوز ذا صحفي ذي كيجن جريده قناس تيليغرام ديريف من بعد يعيني في اسبانيو ذي القاضي نقران القضات ذي مريتش ذو كزكواس 1914 وتوغا تحترمت بزاف وتوغا معروف في الحكم ويض تشمحد ومره توغاتيش نزيت المثال ذي العدل خبز زوان محمد بن عبد الكريم الخطابي العائله نس من بينهم باباس توغات وراني لا اسبانيو يقدا غزيش كسبن تنقيه انت سبحاني يعرف توغات فكان انه يقدا اذعاون نعرف هذه بتخيضانس ماري اسبانيا مثلا بنان سبيطا
المعترض المدارس عذر نبريدن واثني عاون كذلك الوجه الاستعمار الفرنسيس إتو غادي تقارب نزيجيت الغاب باش أمرا مدين يريش التوسع استعماري زيجيت نسبونيا إذ ماني إني إيجي محمد بن عبد الكريم الخطابي إذ باباس زعمن خدمن إيسبونيا ماشا رمي كيسني معامل مليح اكتشفت محمد بن عبد الكريم الخطابي باللي إسبونيا وغاسن بول غارض عاون النريفيين وإنما وسين دا تفضل استعمان عارفة استغلن رمعذن ضرب حورث تمورنس والمساعدة نيتوغا تسبيان الخمس زواروت قينت السباوة وفين اللو قيم الشاء استدفند الماترياسي غابنا نعرف وإنما ذون استدفند رسناح المدافع ومحمد بن عبد الكريم الخطابي رمي زران اسبانيو إذ ونيت معامل قريفيين سلعون في ذرق تيرث ذين يفطن إلا يود روق ثماني غاية تفامشانس إيقايف مسيريفيين أتفذذ وجه نيسبونيا ذي فرنسيس نغاس نزرن أثناء عن نغاث مواث من يزدوسين كتار من إيسبونيا قينا السمي باباس محمد بن عبد الكريم الخطابي نغين تتقواس من 7 شهر 8 ذوك زكواس 1920 رمي ذو فين يعزو ذيش مع القبائل نعرفة تفذذ الحارب نيسبونيا بل ميتو غايو في إيسبونيا ذنت قاعدن توظم عن استعمال الحسي ماذ مار المناطق نعرف وذي عمني واني بعدا عينا نيجن جيني رد جديد ديمريتش قانس فرنانديز سيلفيستري وانت تخصيصا تفذذي قضاق المقاومة عريفيا وذي شو قبري الدعري فخصي استعمى وتو غي حس بخيخ في النس حيث بالك ساني تنغى تبذى المقاومة عريفيين جاو ازقواس 1921-1926 سزعان في المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي محمد بن عبد الكريم الخطابي يسمون مار القبير عريفيين وخاخهم الزوارو تو غذي نطاسي من غنجة عرسا ماشا محمد بن عبد الكريم الخطابي تو غا غاسي جن الشخصية زجهد وتو غي السنة ذي السيور يجمع الطاسن القبير نعرف يسموني ثنغلب نخي من غني تو غذي جارس نقبر تحذن أتفذذ الزرن خوص بانيو إسبونيا توابذن تقعد نغجيت نتفاسي تسرع سكانسن ذر سناح ما كاين غير قسحن سناح ذر ميدفعية توغي سقواريثن الجينيرال سيلفيستري وتعاود باللي ان نجموور الجينيرال سيلفيستري ان باللقاء واش ما يغجمو ما ينوها خاص نقضيه مار خيري فينا يقازون هذا نحارب ونهاني غيو ما ينذ في مسختي ثدات عبد الكريم الخطابي اوري ان زعما ما يستهزا زكريفيين ما يميتو غي السنين لا وغاس البوش ان العدد الطاز يبغي يحارب توغاس نثني دي شنتر تريفين مجاهد سر سناح ذو قاطز ذو قرير وجي ماشي نو اسبونيا تو غوسين ديك طازي 25000 عسكريين اوري ان ثواني وميدا سيسقاد محمد بن عبد الكريم الخطابي تبرت يعرم زديس الناس قاغت تعذوذ إغزاء أمقران أكنون دحا إسبونيا بذانت قاعدن تقاربن شويت شويت أرميدي وغنغ أنوال ذي شهان واحد ذو زقواس 1921 الزعامة ذا القبير نعرف كي سن محمد بن عبد الكريم الخطابي مونن غجمو ذرا قانس أذرا نرقامث ذي ثمسامان وشين دي نرعاه ذي ويويا أنه الدفع سرسناح ضمارة ذي زمان سن خضموات سن الدين سن الشرف سن أرطان قيتام قاروتي ذي سني ذمن ضد إسبانيو إخاسن دي هجمان سيلفيستري توغي السني اللي غتفذا هذه سيطرة ضيق ثمسامان من بعد السنين هذه عدوغ الحسيمة ذي موشان إذا زدي ننظن مرة يخصص لابد هذه يخضع ربعا ذي موشان من إذا صغي عذر هذه تورا مرة من توقيعن ويجي قوان ذوي دي تسن سويني ذو قاس موحي زي شان ستة ذو قاس 1921 يوم عرس كانت ذي راحن 5000 زي سن غدهار وباران غرف جا روحن صندز شوية نسرك ذات شوية نتخون شيء نجد جين دينا 400 عسكاريين ذا السنس الزعام ثنيج نضابيت سروت من كوموندا قانس رامون ويلبا كيسنيج المساعد سروت بن كابتن قانس خوان سالا فرانكا اما 4600 عسكان غني عقب غانوال يمجهدني تو غيتجاندي بعسست ني دوكزران رقام ديت مسامان يوضيث ضرخبه غصبحت ورحق ندي سبونياس الزعام ثنيج مجهد قانس الشيخ عمار وفقير التمساماني اقاطوسي دوكوز ودين ممكن أرميتو غذر قنط مغارين يثري وري وين ديث مسامن ذرث صورة ذني ديث دين ظن مارا إمجاه ذن غربني سبونيا ذي الدهار وبار وذوق من غيني وني بعدا إيجي موتي ستشهد ذيس الشيخ عمارو في قيد مساماني توغا غاز ذي رعاه النينك 70 زكوسة باش توغاث معروف الشجاعة عني ذيس وتوغاث إجن بنذم يتعجيب سرخيا وتعاوني وذن وتوغاث محبوب غوطاس ثانيتا أميقان المعركة الظهر وباران قاش حال خزدوني وذني الزران وانس باش نان بعدا هي الظهر وباران يكسو سن يخسان ويزاكي غارن الزاسي غار الزمان امني غار سكرومي رميو ثمسامان ثمسامان ما ثوناش ما تغرد بالنعمان امن غياوني تايدين اريفين ضد اسبونيا ضد الظهر وباران بحن الزايس الطاس نرسناح ذو قاطاس ذا الماتريال ايثم غيعاونا من بعد ذي رحاب ثم قرنت يغيقنا وانس رحاب نيخ المعركة انوال وحمد السنميج نحاشت يمجاهدني اريفين تقريبا مرة سنحني توغا غاسن الكلاطة ذو قاطاس توغوثي الصيغان شازي شن الدولة نغني غبارة ماشا توغاكي سنتي تغازك سبونيا ني توغا نقن وذنا ريجن الدارجة انو توغا مجاهد مرا غاز 10 قاطاس يخصص هذين 10 سبونيا وني غايجا 20 قاطاس يخصص هذين 20 سبونيا تاني تا الخطة نسن ميمي توغا غاسن سناح دروس
وجيما شنو اسبونيا سو اني خصني نمكور قاطاس هذه صور اللي شو عسكري ديك اسبونيا يخص قاطاس ويدي. والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي تو غيستخدم جن تكتيك قناس رحاب الرئيس صباط من يعني التكتيكه ونيتا ما مشنا نايري فين تو غاسن دروس وغاسن سناح دروس اذا مروثن جن حاب مباشره ضد اسبونيا تو غربن سو اني محمد بن عبد الكريم الخطابي يقام اجن الخطه هذا هجمن الشغر نتافقين وهذا هجمن خميتيرين اسبونيا رهان نيخ واش تنشح هذو انسن غالبا تو هجمن غير فجاء نيخ ستشير وما مشنا نا هجمج نتافق دايس مثلا 200 اني مجهدن هذا هجمن غنغنو غنغن هذه سين سناح الماكله غير يحتاج نسك اسبونيا نينغين هذا عقبا غير مشنسن وشا امو نكور ورات سكوتو فنزير عسكاو سبانيو السدف ناس من الخوف والروع ذو كورا ونسن ما ميتو غوت السن ما نسكي سندغفون كتار ميريفيين السنن إذو راضي غزران نعرف ما يمين إن هني يمان دايس وجيوهم شنو إسبونيا والسن من يقوان ذو قواسن 17 ديش عان ستان إسبونيا نصيطان خي غريب ندي في مسامان إغريب نجي موقع يوسديوذس إثيزي عزة ويقوش غنوال 6 كيلوميد جين ديني جين تعسست إسبونيا جين دايس 500 عسكاريين توغا إتزعامتني جين قانس بينيتيز يمجهدني ريفي فين توغا كلشي حضنت كان تفقن خاصنا هجمن اثنين طافقين اجن طافق تطفغن زي سيدي بو يعقوب طافق تويش سنايل ادسن زي فيزي عزة ماشي وخا مني الخطاني ودا ستنجحش كامل غاخذ من فكانو فيني لا ثمشنتني ماني جاني اسبونيا ودا يزبو ثران ومان ماني سغسول اجن تاري غيدي سنتي قارب شويه هي ثران سيدي عبد الرحمن تقوش خاصن 4 كيلومتر كان يمجهدني ريفيين كينس الحصار اسبونيا اللي مشاتني بالعن خاصني بريدن ماني زغاويين امان هذ الماكله الحصار ني يسيغي مني 5 ايام قيمته اسبونيا ديني سفاد وخا الجنرال سيلفيستري تغي تقرب عن محاولات اذاش ندي الصوت الماكله ضوامن ضو قاطس معرم غير حدا عسكريين باش والو تغا تفني مجهدني ريفيين وجد الناس كتازي 700 مجهدني تغا ندي نضني اسبونيا ديال الحصار ني وني وتغا حفان الخنادق تغا تنفوان ديسن وشان اي جنويتي ويتفغ زيد مشيت ديك غريبا ماني تغا تجاني اسبونيا كواس 18 زي شان 7 دوك كواس ني بعد 1921 مجهدني ريفيين تغا غاسني جن المدفع تغا حنتي تسوق من غني تويكين ضد اسبونيا للدارو بارا المدفع النيس قاعد نطغو ذراع نتيزي عسا وش ما تبدا السنين غاتشيت ديك اسبونيا غاتمشي نتني ماني خاص نكين الحصار غا يغريب دكواس 19 زي شان 7 اسبونيا هاجن بدا نشات نص الطياره د المدافع سر سلاح عازو نضاز من الحصار ني كين ريفيين خي اسبونيا نيتو غي نو غندي غريبا باش والو مجاهدين بدنا سندير حرق دكواس 20 زي شان 7 ماني نضغ انوال 1400 عسكريين اسبونيا القياده القبطان نافارو يوزد يعاون سيلفيستري الجنرال نيتو غينا باللي قضي قضا خريفيين ذكومي غص صباح 21 زي شهان 7 سيلفيستري جمع دكتاز يدير تلافي عسكريين يفغ غادي يهجم خريفيين نيتو غي نوفا عندك خندق نيكين الحصار خي غريب ماني تشاني اسبونيا ني 8 ساعاتين دو قاطس يدو قوس خي دورا غون كاي وفا الجنرال سيلفيستري اللي يدي يعطي نقاطس ديجن العداد زير عسكان نسير خاوي برا الفضر يمجاهد نيتو غاني نجيت واقاطس يغزدو قصي تزدك اسبونيا مين غايق يوم عسكريين سيد عقبن غا انوال ني خضاور غا انوال او 20 ني سيلفيستري وما بينيتيز ضياور انت دي عسكري ني كيسي قيم نعاد الدان دي مشانت ني ماني توا خاصني نكين الحصار ذي غريبا ضاور غا انوال باش يمجاهد قطع نصن نغي ندايس نجل العداد وتعوذ نبلي نجم الزايسن غا شي 20 اسبونيا وراوات كمير وزق مجاهد نستشهد الزايسن 50 ذني نيقان 86 وابحن زي زي المعركة اني عن المدافع ديج العداد المرشاشات ذو قطاس ورمين اورني سبونيا زي غريبا عارين تدي مجاهدن سني من غاخذ من عدون غا انوال جين خاسيج الحصار انوال ديني توغا ايمون اسبانيو نظنص دي مجاهدني انوال جين خاسن ديني جن حصار خي سبونيا جين اسني جن تكتيك في شكل طريقة ما مجداز نظن وخاني ثني توغو جنشا ذو قطاس اما شنو اسبونيا ماشا توغا يتباني سندي سبونيا باللي مجاهدنا قين دي كتاز 10000 ومن اني يعني نسيت فاسن الخوف ذو كورا ونس سيلفيستري لا ميحس الا ويقيم شي زعما هذه سيطره الوضع النادي انوال طويت في كان هذه السفر حس كانت اضاور نادعون غبن طيب السني غوحاوي باش غي مجاهدن حصان ديني سوق عطاس ثاني تا تبدا معركه انوال ثم قرنت زيد جا معروف زي دونش تأمن تكمر وخا اسبونيا توغا تجان دي العدد الطاس وتوغا غاسن رسناها جهات المدافع باش يمجهدني ريفيين توغا يوشي صنع ربي نجني الجهد
ديج نصبه وين تجيو يخريق يعني داك كيس الحكمه ومجاهد محمد عبد الكريم الخطابي يتوغى سنيتي الخطه التكتيك ممش ضمر مي غاجمل وذن تبع دا يجيني هو وارد يسطاس الحكمه تو يقارصني مجاهد فكاس شوي شوي باش هو سجل اي مجاهد ناري في غرب ندايس اسبونيا دوك من غينين انوال نغين تقريبا 18 في اسبونيا كي سن الجنرال نيتو غيحس فني خف نسحيد بالك سيلفيستري وني داسني نان وش ما يومين ايته في مسخطي هذا الدعم عبد الكريم الخطابي دينيني قانو ديقين غيخ في الناس النيس وقاطس رمي زرا الكارثه اللي ذا سكين ريفين درس كان وحيطاش نار في اسبانيا استسلمت فنتن غاسن ريفين للاسر واخا الحكومه الاسبانيه توقي ما تعترف استخصاتها مره نيني نان باللي قد من عرف وهي يموت ذي المعركه اللي ثني ماشي سي زت اسبانيا يموت من غير ني يعدو يطاس العدد اللي يدنان نيثني معركه انوال تدور معروف ذي الدون شتم تكمر وذين الدول واخا نهار الصغور تعدي المدارس صغرى ناس ممش جين ترتارف يريفين نغين 18 نار في اسبانيا اذمان ايه ما دي السماء واني تديج التحليلي في سوسوها يمين يوقع دي انوال دقو زكواز ومارف 1921 وذي نطاس المعلومات رقبري معركة انوال رواني معركة انوال وانت تدني ذي عشاء هذا مرة ما يمين مارن كان السيور التفاصيل مرة اذن خيخ 16 وقت ماشان ايجن ثيث تتنيني يخصن هنس غاماني يثار ونخذ السن التاريخ نجدوه نسن والمعلومات اني ودني ذا شاعة دي فيديوية خصن تنسيور مكورث ورد دي فيديوات نغني ان شاء الله يغنق خميت غيوض روقت نس اذا ماني يغنيت ما يسمعي زن سيتي مخذيري فيديوية عجبهم اني واش تارك ان شاعة كي نخذي القناة نخريف ماكس قم ابوني اتفت عاونم اذا نخصج جعمدنا للمعلومات اما شنو فينا وجيك نوذير خيا السلام عليكم.